بعد ما شفنا درجات الحرارة، خلينا نتعرف على ظواهر أكتر هتكون موجودة في الفترة اللي جاية وكام يوم اللي جايين مع الدكتور محمود القياتي، عضو المكتب الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. أهلا بك يا فندم، يومك سعيد. أهلا بحضراتكم وكل يا دكتور. يعني طمنا كده على أحوال الطقس، برغم أن يعني كان في توقعات أن درجات الحرارة هتكون منخفضة لمدة يومين، إلا أننا لسه بنعاني من أجواء شديدة الحرارة. هتستمر قد إيه وإمتى هتنكسر حدة هذه الموجة؟ يعني طبعا احنا بالفعل أشرنا أن البلاد على مدار الحد والاثنين هتتعرض لدرجات حرارة منخفضة عن اللي شاهدناها الأيام اللي فاتت، لكن طبعا بنعود مع هذا الانخفاض الى المعدلات الطبيعيه والطقس الصيفي الحار على شمال البلاد حتى القاهره الكبرى، شديد الحراره على المحافظات الجنوبيه. يعني لما هتنخفض درجات الحراره اليوم، متوقع ان العظمى معاها على القاهره تكون ما بين ال 35 ل 36 درجه مئويه، هتصل ل 41 درجه مئويه على جنوب الصعيد. بعد ما كنا بنسجل الأيام اللي فاتت مع الموجة شديدة الحرارة درجات حرارة في حدود 41 بالنسبة للقاهرة، ووصلت لأكثر من 48 و49 على محافظات جنوب الصعيد. فاللي بنشهده اليوم بالتأكيد يعتبر انخفاض طفيف في درجات الحرارة، زي ما أشرنا عن درجات الحرارة اللي كنا بنشهدها في الموج الماضية. لكن زي ما قلنا، احنا خلاص نعتبر دخلنا في فصل الصيف من الناحية المناخية، وبالتالي في المعتاد أو المعدلات الطبيعية الأجواء بتكون حارة، وبتكون العظمى على القاهرة في المعدل الطبيعي من 33 ل 35 درجة مئوية. عايزين نقول كمان إن بدأت نسب الرطوبة ترتفع بشكل نسبي، ويمكن ده اللي هيخلينا خلال الفترات الظهيرة نشعر بطقس يمكن أو درجات حرارة أعلى من اللي بيتم قياسها بسبب ارتفاع نسب الرطوبة بشكل طفيف. لكن على كل حال طبعا هنحس ببعض الاختلاف الكبير في درجات الحرارة والحالة الجوية عن اللي كنا بنشهدها الأيام الماضية. الخرائط أيضا بتشير أنه بداية من الثلاثة إن شاء الله هتعود الأجواء بشكل تدريجي إلى الارتفاع مرة أخرى. الثلاثة هتبدأ تسجل 37 أو 38، الأربع هيكون أعلى من كده، هيظل هذا الارتفاع بشكل تدريجي كل يوم أعلى من اللي قبله، حتى نصل إلى 40 وربما 41 درجة مئوية على نهاية الأسبوع. ده اللي بتشير إليه الخرائط حتى الآن بشكل مبدئي. طيب مع انكسار أشعة الشمس يا دكتور مساء، يعني ما فيش كده أجواء لطيفة بعض الشيء، ارتفاع أيضا في درجات الحرارة، وهل هتستمر معاها يعني موجة حارة، ولا هيكون مساء الأجواء لطيفة؟ لا بالتأكيد خلال ساعات المساء هنبدأ نحس ببعض التغير. عايز أقول لحضرتك إن احنا شهدنا موجة شديدة الحرارة استمرت أكثر من أسبوع بأرقام ودرجات حرارة عالية جدا، فبالتأكيد هنلاقي المباني والمنازل امتصت قدر كبير جدا من درجات الحرارة، فبالتالي يمكن داخل المنازل مش هنحس بشكل أكبر بهذا الانخفاض الطفيف والمؤقت. خلينا نقول إن الانخفاض على مدار الحد والاثنين هو انخفاض مؤقت، لكن خلال ساعات الليل في الأماكن المفتوحة والأماكن المكشوفة بالتأكيد هنحس ببعض التحسن. هتكون درجات الحرارة الصغرى اللي بيتم تسجيلها بالليل في حدود 23 ل 24 درجة مئوية، بعد ما كنا بنسجل بالليل 27 درجة، وكمان في النهار هنلاقي درجات الحرارة من 35 ل 36 بعد ما كنا بنسجل 41 على القاهرة. لكن لازلنا بنؤكد ان الانخفاض ده هو انخفاض مؤقت، لان درجات الحراره هتعود للارتفاع التدريجي مره اخرى بدايه من الثلاثاء. طب دكتور محمود، حضرتك يعني اتكلمت في وسط كلامنا قلنا بخصوص الجدران والمباني واحتفاظها بدرجات الحراره، الاحتفاظ ده بيستمر في الطبيعي يعني علميا بيستمر لمده كام يوم؟ يعني ما فيش حاجه محدده، لكن خلينا نقول انه على حسب الكتل البارده اللي هتبدا تتغير، يعني بتبدا تحس بالموضوع مع استمرار الكتل البارده. لكن خلينا اقول لحضرتك ان الكتل اللي تعتبر درجات حرارتها اقل نسبيا هي مش هتقعد كتير، هتقعد على مدار 48 ساعه فقط. كمان عايزين نقول انه حتى على مدار الحد والاثنين درجات الحراره هتوصل ل 35 و36 على القاهره، ودي بالفعل تعتبر أجواء حارة، لأن ده الأمر الطبيعي خلال هذا التوقيت من العام. إحنا بالفعل نعتبر دخلنا في فصل الصيف من الناحية المناخية ومن ناحية الأرصاد الجوية، فمعدلات درجات الحرارة الطبيعية تتراوح ما بين سيرنج ما بين 33 ل 35، فحتى مع انخفاض درجات الحرارة الطفيف ده على مدار الحد والاثنين إحنا في أعلى الرينج ده، يعني في أعلى المعدل الطبيعي. وإن كنا في المعدل الطبيعي
لكن احنا في اعلى في 35 او 36 درجه. تمام. طب بالنسبه عفوا بس بالنسبه لحاله البحار بخصوص يعني البعض ممكن يهرب اليومين دول من درجات الحراره. لا، حاله البحرين معتدله تماما، سواء على البحر الاحمر او البحر المتوسط، ارتفاعات الامواج لا تتجاوز ال 2 متر، وبالتالي بيسمحان بممارسه كافه الاعمال واعمال الصيد والملاحه البحريه والتنزه ايضا. كمان عايزين نقول ان درجه الحراره على السواحل الشماليه انخفضت خلال ال 48 ساعه دول، هتكون بشكل ملحوظ خلال ساعات النهار وكمان خلال ساعات الليل. اعلى درجه حراره هنسجلها على السواحل الشماليه لا تتجاوز ال 30 درجه مئويه، اللي هي مناطق من السواحل الشماليه بتسجل في حدود ال 28 ل 27 درجه، وبالتالي اجواء خلال ساعات النهار مائله للحراره او حاره على سواحلنا الشماليه، وخلال ساعات الليل بتكون معتدله تماما. شكرا جزيلا للدكتور محمود القياتي، عضو مكتب الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه.